ازيكم يا شباب، ايه الاخبار؟ عاملين ايه؟ طيب، اول حاجه انتوا شايفين الاضاءه ورايا، يعني اوكي دلوقتي الساعه 11 بالليل. اوكي، لو انتوا خدتوا بالكم كل الفيديوهات اللي انا صورتها كان فيها اضاءه، فبرغم انا قلت لكم ان انا هصور بعد الشغل دايما، فايه الموضوع؟ يعني الفكره ان الساعه 11 بالليل ولسه في اضاءه، ولو قعدت لحد الساعه 12 هتبقى وقت كانها وقت المغربيه كده، برضه هيبقى لسه في اضاءه، الساعه 1 ترجع الشمس تاني حوالي. يعني ايه الفكرة؟ اصل النرويج موجودة في الشمال خالص، في شمال اوروبا، ففي الصيف الشمس ما بتغيبش تقريبا، وبالعكس ده في مدن كمان في شمال النرويج خالص ممكن ما تغيبش بالشهور، انما هنا على الاقل النهاردة يعني بتغيب ولو جزئيا في خلال 12 ساعة. عموما ده مش هدف الفيديو بتاع النهاردة، بس بحاول افسر لك عشان كذا حد كان بيسألني انت ايه يا عم، انت هتشتغل؟ انت بتصور الصبح بس ما تصورش بالليل ليه؟ انا هدف الفيديو بقى المره دي اقول لك ازاي تسرفايف جوه النرويج. لو انت النهارده عايز تاكل، لو انت النهارده عايز تشتري حاجاتك، تشتري منين، تعمل ايه، او الدنيا هتقضيها ازاي، حاجات زي كده. مبدئيا لو عايز تشتري لوازم البيت والحاجات اللي هي الاعتياديه او كده، بتروح منطقه اسمها جرونلاند. هي برضو مش ارخص حاجه في العالم يعني، بس ده شبه ارخص حاجه موجوده في اوروبا. وممكن تلاقي بقى الناس اللي هي بتبيع زي محلات الخضار والفاكهه وكده باسعار اقل نسبيا من بقيه المحلات وكده. حاول تشتري من مولات على قد ما تقدر، ولما تيجي تشتري من السوبر ماركت، انا هخش معاك بقى السوبر ماركت دلوقتي واقول لك ازاي تشتري من جوه السوبر ماركت somehow، من غير ما يبقى فيه يعني اعباء ماديه كبيره قوي. السوبر ماركت اللي ورا ده اسمه جوكر، وهتحس الاسم ده مألوف شويه بالنسبه للمصريين، بس هو مالوش علاقه بالسوبر ماركتات الكتير اللي في مصر اسمها جوكر يعني. فانا هخش معاك جوكر، هتخض شويه من الارقام، بس هقول لك في الاخر طب اكل منين يا جماعه، طب اعمل ايه، فاهم؟ هقول لك ازاي. اوكي، مبدئيا جوكر سلسله سوبر ماركتات مشهوره هنا، لكن في اشهر منها في نارفيسن، ده اشهر حاجه، في كيوي، وفي 7-11، في كذا حاجه تانية بس انا بقول لك عن مشهور. دايما لما تيجي تخش اي سوبر ماركت هتلاقي فيه سالاد بار. في السالاد بار هتلاقي ان انت بتملى زي الطبق ده كده، ويبتدي ان انت تقيس بالكيلو، يقول لك كل كيلو اضرب كل حاجه من هنا ورايح باتنين، الكيلو من السلطات ديت ب 200 جنيه. يعني هتلاقي بيض مسلوق، هتلاقي بصل، طماطم صغيره، فلفل متقطع، حاجات زي كده، خيار متقطع وهكذا. المشكله بس ان الكيلو زي ما بقول لك هتلاقيه بالارقام اللي انت اللي انت متخضي دلوقتي لما سمعتها يعني. وفي الدريسنج برضو بيبقى ليه يعني تمن تاني. هتلاقي هنا مثلا اهو يجي يقول لك بص، طب انت عايز دريسنج، طب بص في دريسنج كذا، كل حاجه من الحاجات اللي انت شايفها دي اضربها في اتنين. طيب لو جينا دخلنا على المشروبات، هنخش على التلاجة كده، هتلاقي في ادي مثلا هنا في كوكا كولا وبيبسي، هتلاقي الكانز بحوالي 40 جنيه، والازايز بحوالي 50 جنيه. معلش انا اسف، انا والله مش قصدي احبطكم خالص يعني، هقول لك في الاخر طب هعيش منين، هحاول اقول لك ايه الحاجات السهلة شوية ان انت ممكن تجيبها. المايه هنا برضو بارقام غبية شوية، 40 جنيه المية، لكن حل المية الأساسي إن أنت تشرب الحنفية. شرب الحنفية هنا عادي جدا، صحي، مفيهوش أي مشكلة، مية في الحنفية نازلة حلوة جدا يعني. دي باي ذا واي أنواع عصير كتير عندهم، فريش، حلوة لذيذة. بيبيعوا الفاكهة كتير هنا مجمدة، أو مش مجمدة يعني، جوه صناديق بس بتغسلها وبتاخدها على طول، برضو بالوزن كل الكلام ده. خضار نفس الكلام، بس للأسف الأسعار كالعادة برضو مش منطقية يعني. هتلاقي هنا مش كل الحاجات بتتباع بالكيلوجرامات، لأن يعني في حاجات بتتباع هنا جوه كيس، يقول لك ده الكيس ده 600 جرام مثلا ب 28 جنيه، ب 60 جنيه، 50 جنيه، حسب بقى بطاطس ولا جزر ولا خيار ولا تفاح ولا طماطم، بس هي كله بيلعب في الرنجات دي، ما عدا هتلاقي أغلى حاجة أو أغلى فاكهة معظم الوقت هي البصل. اسف مش البصل، سامحوني، الفلفل بيوصل يعني 140 جنيه حوالي يعني. اوكي، تيجي تبص على المخبوزات هتلاقي ان هم بيحطوا كتير دونتس وعيش
وبيبقى المفروض ان هو بيبقى فريش كل فتره، بيجوا يشيلوه يحطوه كل يومين ولا حاجه. ده برضو ستيم، مش في جوكر بس، في كل السوبر ماركتس. بس هتلاقي الاسعار زي ما انت شايف كده، اسعار برضو ايه للقطعه الواحده تو ماتش. تعالى نخش على يعني الشيبسيهات بقى، هناكل شيبسي هنعمل ايه؟ تعالى نشوف الشيبسيهات. الشيبسيهات هنا يعني جميلة أكيد، أحسن من معظم الشيبسات اللي أنت أكلتها، بس ستيل في بعض الأنواع في مصر أحسن من هنا. يعني زمان كان في نوع شبه اختفى تقريبا من النرويج، ده كان رائع، كان جميل جدا. وبعدين بقية الأنواع بتاعت الشيبسي دلوقتي نص نص، مش عارف ايه اللي جرى يعني. في انواع في مصر احسن، لكن معظم الانواع اللي هنا لا زالت تتفوق نسبيا على الموجوده في مصر، لكن اسعارها لا زالت متخلفه. يعني انا النهارده عندي كيس شيبسي زي ده كده، اروح ادفع فيه 100 جنيه يعني ليه؟ وارخص نوع شيبسي هنا بدفع فيه حوالي 60 جنيه او اكتر سيكا كمان، يعني هو 32 كورونا اضرب في 2، فانت بتتكلم في 64 جنيه عشان اخد شيبسي اللي هو لا يغني ولا يسمن من جوع. نوع الشوكولاتات بقى، بصوا يا شباب، يعني مهما دقت في حياتك، يعني اختار اي ماركة شوكولاتات انت ممكن تتخيلها في حياتك، مفيش ماركة شوكولاتات تتفوق على فريا. فريا دي حاجة ما حصلتش، فريا دي لازم تدوقها. يعني بص، لو يعني لازم ترشيني مثلا عشان وانا راجع دلوقتي اجيب لك شوكولاتة فريا معايا او حاجة زي كده. كل الانواع بقى، حاجة جميلة جدا فريا دي، فعلا حلوة قوي. فاللي هو ما تزعلش وانت بتدفع ثمنها، يعني وانت بتدفع فيها ما بتبقاش زعلان قوي، وبرده تمنها مش متخلف بالنسبه للشوكولاتات المستورده، هي غاليه بس مش متخلفه. دي بتنفع هدايا حلوه قوي لناس كتير. يعني بيبيع هم المعجين بتاعه الفلفل مثلا او النعناع، الكريمه، المايونيز، الفراوله، بيبيعوا المعجين دي كتير يعني، وطعمها لذيذ مش وحش. ده بيخلينا نتكلم برضو عن طعم الاكل النرويجي. بص، ما تحاولش انك تاكل اكل نرويجي اللي هو زي ما بيقولوا ايه الاوريجينال نرويجيان فود، يعني لانه ملوش طعم، هما ما بيعتمدوش قوي على التوابل، ما بيحبوش ان هما يحطوا فلفل وملح وكده، فهتلاقي دايما الاكل غريب. يعني تلاقي معظم اكلهم هنا الاوريجينال، او يعني اللي هو اكله البلد زي ما بيقولوا، بتبقى زي انجلترا كده، بطاطس وسمك، فيش اند شيبس، بس للاسف بيحطوهم من غير طعم، تلاقي بقى سلمون من غير ملح، فتلاقي حاجه غريبه كده. والمطاعم الهندي هنا حتى هتلاقيها ناقصه توابل، ان هم متعودين ما بيبقاش فيه توابل اساسا، فدي برضو مشكله تانية. لكن اوفرول ممكن تاكل في محلات حلال كتير، في محلات هنا باكستانيين، هنود، اتراك، لبنانيين، ما فيش مصري كتير على الاقل في اوسلو، في يمكن في بيرجن، فدي الاماكن اللي انت ممكن تروحها. برضه هتلاقي غصب عنهم عشان الخامات نفسها غالية، هتلاقي كل حاجة. أقل سندوتش هنا هتلاقيه بيلعب في ما يقابل 100 وشوية جنيه، أقل حاجة، أقل سندوتش هنا. بس هتلاقيه برضه مخدوم وكل حاجة، بس لازال سندوتش. البيتزات أقل حاجة هتلاقيه 150 جنيه. ايه بقى نشوف، طب هناكل من نعمل ايه بقى؟ بالنسبة للبيتزات لازم تجيب، او يعني انسب حل لو انت مش عندك مطبخ عشان تطبخ انت يعني وتوفر على نفسك، انت تجيب البيتزات اللي هي سابقة التجهيز، اللي هي بتيجي تتحط على طول في الميكرويف او في الفرن وتروح مخلصة. دي بتبقى تلت تمن البيتزا العادية. يعني لو البيتزا اللي انت هتشتريها ب 150 جنيه مثلا مينيمم، في طبعا اكتر من كده بمراحل، يعني في بيتزات ب سوري 150 كورونا اللي هي 300 جنيه، انا اسف، اقل بيتزا يا جماعه 300 جنيه، انا بعتذر، اقل بيتزا 300 جنيه اللي هي السمول، اللي هي ما فيهاش حاجه، اللي هي مارجريتا مثلا او حاجه زي كده ما فيهاش اي اضافات. هنا هتلاقي لا، ارخص بيتزا ممكن تعملها انت بقى بنفسك اللي تبقى سابقه التجهيز بتبقى ب 50 كورونا اللي هي حوالي 100 جنيه، فطبعا في فرق كبير يعني. بس المشكله ان انت مش هتبقى عارف هي حلال ولا لا، فلو انت عندك طبعا يعني حسب برضو التزامك الديني او كده، في حاجات هتقعد تفكر فيها، فهتلاقي في بعض البيتزات مارجريتا، وفي بعض البيتزات سبانخ، هم بيحبوا زيت سبانخ تبقى حلوه على فكره، مش بيعملوها حلو يعني، لكن سواء بتحب السبانخ ولا انا مش من هواة السبانخ، بس اوكي معايا. لكن هتلاقي برضو البيبروني اكتر حاجه منتشره، فبصراحه بقلق يعني، مبقاش عارف اذا كان ينفع اخدها ولا لا، فببعد عن القصه دي خالص. اي حاجه هتلاقي فيها لحمه، بيف او كده، ابعد.
يعني مش مضمون خالص البيف هنا هل هو معمول من ايه او مش معمول من ايه، بس هو الانجريدينتس معظم الوقت مش دايما معظم الانجريدينتس ما بيكتبوش هي معمولة من ايه. ممكن تلاقي برضو قطع سمك برضو اوكي دي ممكن تلجأ لها يعني، في ماك وفي برجر كينج والحاجات ديت ممكن يعني حاول تبعد، حاول تبعد قدر الامكان. انسب حل بقى، خلاص انا هموت من جوع يا عمر ومش عارف اعمل ايه وانت بتقول لي بيتزات وبتاع، انسب حل بس عشان انا جاي متاخر فهو خلصان دلوقتي، لان انت بتيجي من هنا هتلاقي دايما في تلاجه موجوده جاهزه جوه السوبر ماركت، هيبقى في اسعار موجوده بالكيلو جرامز، هتلاقي في اكل مطبوخ اوريدي، الاكل دوت بيبقى فيه فراخ معموله خلاص مطبوخ لك نص فرخه، مطبوخ لك ربع فرخه، مطبوخ لك فرخه كامله، لازانيا، مكرونه فرن، هتلاقي فيه برجرز، حاجات زي كده، فتشوف ايه الحاجات المناسبة ليك وهتلاقي الأسعار أرخص بمراحل، هنا بقى بيقيسها بالكيلو، فممكن تلاقي نفسك بتاخد ربع فرخة بحوالي أو من ربع النص عشان مبقاش ببالغ قوي، من ربع النص بحوالي 40 جنيه، وتش الصفقة حلوة جدا بالنسبة للي احنا كنا بنتكلم فيه. أتمنى أكون قفلتكم somehow، مش قفلتكم، وأشوفكم على خير في فيديو تاني. كالعادة مستني التعليقات بتاعتكم، أسئلتكم، ايه الحاجات اللي انتوا عايزين تعرفوها عن النرويج وأصله. لو محتاج تعرف اي حاجة من اي نوع تحت امركم اكيد. توفيق. متنساش تعمل سبسكرايب للقناة، متنساش تعمل شير لأي حد مهتم، لايك للفيديو، كل الكلام ده بيساعدنا ان احنا نكمل في الفيديوهات بتاعتنا. اشوفكم على خير.